105.5. مرحبا بيك وبكل مستمعي الحياة فان. 2023 سيقام اليوم الخامس لنقابة أطباء القطاع الخاص بالقيروان بالشراكة مع الجمعية الطبية والإدارة الجهوية والممثلين في شخص الدكتور طارق البرهومي، الدكتور محمد ديوان والدكتور معمر الحاج، بالتنسيق في إدارة الصحة مع الدكتورة سهلة زريق لتقوم بالتنسيق بين القطاع العام والخاص. السنة هذه سنة خاصة لأن السنة هذه احتفال بأربعينية نقابة الأطباء الخاص، وسيكون هناك بعض الأنشطة الخاصة مع توزيع شهادات لكل مقام بعمل جليلة في هذه المنظمة. المواضيع متعددة ومتنوعة، عندنا خمسة مواضيع. المواضيع هذه هي بالتوالي: ديزانفيكسيون اورينير شي لونفون، أي تعفنات الجهاز التبول عند الطفل، وهذه باش تكون مقسومة على ثلاثة محاضرات بإشراف الأستاذ الحبيب الخراط، وهو رئيس قسم سابق وأستاذ جامعي والآن هو في القطاع الخاص. دكتور فتحي العامري وهو رئيس قسم سابق بمستشفى الأطفال بالقيروان، واللي باش يقوم بشرح بالدياجنوستيك كشف الأمراض هذه ومداواتها، مع بروفيسور نوري عبد اللطيف اللي باش يقوم بتفسير الجانب الجراحي، وهو أستاذ جامعي ورئيس قسم جراحة طب الأطفال بمستشفى الجامعي خدوم بن جبل المنستير، والأستاذة أنس الحداد وهي أستاذة مختصة في أمراض الجراثيم باش تقوم بنوعية الجراثيم وباش فما جديد في البكتيريولوجيا على إثر هذه الأمراض، وهي أستاذة جامعية في مستشفى قطوان بورقيبة بالمنستي. الموضوع الثاني باش يهم لا ديستيرويدي إيغروسيس، أي أمراض الغدة الدرقية والحمل، وهذا باش تكون تحت إشراف الأستاذ الهادي خيري اللي عندنا شكر خاص ليه لأنه هو من مناصرين الأيام الطبية وكل أنشطة طبية بالقيروان، وهو عميد كلية الطب بسوسة ورئيس قسم الولداني بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، مع الأستاذ بدين بوقرة وهو رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى شرم نيكور، وباش يقدموا فيه كل من الأستاذة يسرى حسني والأستاذة لطيفة الأسود كل ما يهم أمراض الغدد عند المرأة الحامل، الغدد الدرقية بالطبع. الموضوع الثالث باش يهم لكولوباتي فونكسيونيل، أي التهابات الأمعاء الغليظة، وهي منتشرة برشا في تونس ومن المواضيع المهمة، وباش تكون بإشراف الدكتورة سانية الأحمر وهي طبيب مختصة في القيروان، وباش يقدمها باش تقدمها الأستاذة الجامعية بودابوس منى وهي من مستشفى صفاقس. جا لاحظوا توا الأساتذة كل من سوسة من مستير من قروان من صفاقس وحتى من تونس، إذا فما تنويع حتى من المحاضرين من كل أنحاء الجمهورية. الموضوع الرابع يهم الليزانيمي، أي فقر الدم، وهذا بإشراف باش يقوم تقديمه أستاذنا الأستاذ عبد الرحيم خليف من قسم الدم بمستشفى فرحات حشاد بسوسة. والموضوع الخامس هو الجلطة القلبية، الجلطة القلبية أي لانفراكتوس للميوكارد، باش نقوموا في المحاضرة هذه بنقطة مهمة اللي هي تنقذ حياة الأشخاص، وهي المداوات الأولية في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى الاختصاص في مستشفى سواء جهوي أو محلي، كيفاش نعمل مداوات وإنقاذ وترانسبور حمل نقل المريض حتى تمكينه فرصة عيش وحياة، ونبعدوا على لا يقدر المخاطرات والتعثرات القوية. باش يقوم به إشراف الدكتور علي العواني وهو رئيس مدير عام مصحة القيروان، وباش يقوموا به كل من أستاذ ناجح بن حليمة وهو رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى ابن جزار بالقيروان، مستشفى الجامعي ابن جزار، الأستاذة شفاعة بوحامل وهو رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى الجامعي ابن جزار، والأستاذ ماجد حسين وهو أستاذ جامعي بقسم القلب بمستشفى قطوان بورقيبة بالمنستي. المواضيع باش تكون نقاشها ومداولتها، و باش نحاولوا نبسطوا الأمور ونوصلوا هالمعلومة باش الطب بأكثر عدد ممكن يكونوا مخذين منها معتها الجدوى المنتظرة. هناك مع هذه التظاهرات المحاضرات أنشطة طبية متعددة، فما منشورات طبية دي بوستير باش يقوموا بها أطباء
برشا جهات من الجمهورية، واللي هي باش تم محاور حتى غير المحاور، وباش يكون في آخر المداولات نتاعها جوائز قائمة لأحسن منشورة طبية وقعت في هذا المجال أو ذلك. وما ذلك فيما موضوع نسميه question pour les champions، أسئلة خاصة للناس اللي باش تشارك على أسئلة في المواضيع اللي خدمناها، وأحسن أجوبة باش تكون تتحصل زيادة على جوائز قائمة وإن شاء الله حظ بالحظ الجميع. اللي نحب نأكد عليه اللي كم لاحظت شراكة بين الجمعية الطبية وبين نقابة أطباء وبين الإدارة الجهوية، هي دليل على ما نحب نوصلوه بالتكامل بين القطاع العام والخاص. هي أيام طبية تم القطاع العام وتم القطاع الخاص بالشراكة، وهذا أحسن شيء نجم به لتطور الطب ولإعطاء أحسن خدمات للمريض والمواطن في ولاية القيروان. نحب نختم بتمنياتي أن يكون الحضور مكثف لاستفادة من القطاع العام أو من القطاع الخاص، وأن تقع منفعة حاصلة وتطور في المعلومات اللي هي قاعدة تتطور بصفة عادة، معناتها كل شهر تتطور في الطب، مش حاجة معناتها نعملها سنة مش تقعد هي بيدها العام الجاي. عادة التطور موجود، ونحن لازمنا نتبع التطور هذاك أترابير هل كونغري هادم هل أيام طبية هادم. واللي نأكد عليه أنه مثل هذه الأيام من شأنها أن ترجع القيروان البريق متاحة وتحطها في مراتبها العادية، سواء في أنشطة ثقافية علمية أو طبية. إن شاء الله أقولوا أيام طبية تكون ناجحة ونافعة، والقيروان تكون إن شاء الله حاضنة بهذه التظاهرة. وشكرا. 105.5